السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل شابتر 5.4 ماتلاب. في الشابتر ده أو في الجزء في الفيديو ده يعني هنشرح فيه الأوامر التالية: title, x label y label legend text g text axis grid. طيب بص، بكل بساطة كالآتي: ادي الفيجر اهو. المكان ده هو المكان اللي بتكتب فيه الاكس ليبل، المكان ده هو المكان اللي بتكتب فيه الواي ليبل، المكان ده دي تبقى عبارة عن ليجند. الليجند دي ممكن تحركها في اي مكان، تمام. المكان اللي فوق ده هو اسمه تايتل، يعني بتكتب تايتل وتكتب جواه جملة بتظهر في المكان ده، والمكان ده بتظهر فيه التكست، تمام. طبعا حطينا قيم x، حطينا y معادلة في x، طبعا معادلة الساين والكوزين، طبعا حطينا علامة السيمي كولوم دي علشان ما نخليش يعني الحاجات دي تظهر، القيم دي تظهر هنا، انا عايزها تظهر على الفيجر. y3 ليا ده اللي ساين ده كوزين، بلوت x y1 بصورة R بلس. R بلس يعني العلامة الحمراء دي، فدي ساين 1 اللي هي علامة الساين بادية من الصفر. بعد كده قلت له hold on، يعني استنى ما تمسحش الجراف ده، حط لي جراف تاني، حط لي جراف تاني x1 y1 نفس الجراف مفيش مشكلة. قلت له hold on تاني عشان احط جراف مختلف، plot x y2 في صورة استريك جرين استريك اللي هو الاستريك الخضرة دي. دي كده الجراف التاني. لاحظ ان هو ما مسحش الجراف اللي قبليه عشان قلت له hold on. لو ما قلتلوش hold on، لو قلت له hold off وجيت عملت جراف جديد هيتمسح كل الجراف الموجود، هيتفضل اخر جراف بس اللي انت عملته. قلت له hold off، تمام. قلت له by x label cosine او brackets quotation، وحطيت جواها اللي انا عايز اكتبه the x axis، فظهرت هنا. الواي ليبل نفس الكلام تظهر هنا، الليجند تظهر في اي مكان بهذا الشكل، يعني قابلة موفابل تتحرك في اي مكان. والتكست هتلاقي انا كتبت الجملة دي كلها، فطبعا عشان الشاشة مش كبيرة يعني ف ظهرت هنا جزء اللي هي sin x and cosine x اللي هي دي اللي هي التكست sin x and cosine x. والتايتل اللي هو بتاع الجراف نفسه من فوق، the plot of sin x versus cosine x، اهو بيتكتب هنا. انت بقى عايز تكتب اي حاجة، بتفتح القوسين والكوتيشن دي اللي هي عبارة عن حرف الطه من الكيبورد، بتدوس عليه، تمام، اهو حرف الطه، وتكتب جواه الجملة دي. ده كده بالنسبة للأوامر التالية. في أمر اسمه grid on و grid off. grid on، كلمة grid يعني يظهر الحاجات اللي على الشاشة، اللي هي لما أقول grid on يظهر لي كل نقطة في x وكل نقطة في y، بحيث إنك لو عايز تحدد نقطة معينة تشتغل عليها تجيب الميل مثلا أو أي حاجة، فعن طريق الجريد دي تعرف تستخدم يعني الجرافز ده تستفيد منه. مش عايز الجراف خلاص، عايز تفصل الجراف اللي هو الجريد، يعني تقول نفس الامر جريد اوف، ارجع لك الجراف زي ما هو كان موجود. في برضو حاجة اسمها مينيمم وماكسيمم فاليو. المينيمم اللي هي اقل قيمة ما بين x و y، والماكسيمم اللي هي اكبر قيمة ما بين x و y، فدي ما فيهاش حاجة، انت بتكتب الامر وهو بيديك اكبر قيمة او اقل قيمة. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف امثلة، هنشرح ازاي نستخدم الاديتور، ازاي اللي احنا نعمل الكلام ده او نكتبه بايدينا من غير الاكواد يعني. وبعد كده هنشوف امثلة بقى على الشابتر، اللي هو الاكسرسايز بتاعت الشابتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.